وللمزيد من النقاش والتفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. بعد التحية أستاذ صلاح، يعني تتعامل مصر مع القضية الفلسطينية باعتبارها دائرة من دوائر سياستها الخارجية، هي أيضا أحد محددات أمنها القومي. في ضوء ذلك، كيف تتابع المشهد الآن وجهود مصر الحثيثة والسريعة تجاه حل القضية الفلسطينية؟ هي مصر منذ اللحظة الأولى وبدأت على الفور اتصالاتها لمنع تفاقم وتصاعد الموقف داخل الأراضي الفلسطينية، إلى جانب أنها يعني أجرت اتصالات بعديد من الأطراف، سواء في مع الأشقاء الفلسطينيين أو مع الجانب الإسرائيلي أو مع العديد من دول العالم، بهدف احتواء الموقف وعدم تصعيد الأمور أكثر من ذلك، لأنه القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل للقيادة المصرية حتى في أصعب اللحظات وأصعب المواقف، كانت تتدخل على الفور لمحاولة احتواء هذه المواقف وعدم تصعيد الأمور أكثر من ذلك، خشية عدم استقرار المنطقة بشكل كامل وانعكاس الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية قد يفاقم الأوضاع داخل المنطقة بأسرها، وقد يمتد الصراع إلى مناطق أخرى، وقد يمتد إلى بعض دول العالم، لأنه عدم التوصل إلى حلول جذرية لهذا الصراع الأبدي الذي يعني استمر منذ عام 1948 وحتى الآن يهدد بعدم استقرار المنطقة برمتها، وليس فقط يعني ولن يكون قاصرا على الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية. يعني في إطار تنوع التحركات المصرية لدعم القضية الفلسطينية وللوصول إلى تسوية عادلة لهذا الصراع الطويل الأمد، يعني أبرز المحددات من وجهة نظرك التي ارتكزت عليها مصر تجاه القضية الفلسطينية؟ طبعا مصر دعت منذ سنوات وسنوات إلى ضرورة حل جذري للقضية الفلسطينية، وضرورة أن يكون هناك دولة للفلسطينيين داخل أراضيهم، وعدم التلويح باستخدام القوة بين يعني الفين والأخرى، لأنه استخدام القوة لن يوصل إلى حل، خاصة وأن الصراع العربي الإسرائيلي هو صراع مستمر منذ العام 1948 ومستمر حتى الآن، وتمسك المواطن الفلسطيني بأرضه لن ينزعه منه أحد، حتى ولو كانت القوة العسكرية الإسرائيلية على هذا النحو من القوة، فلم تستطع على مدار 75 سنة هي مدة الصراع، لم يستطيع أن ينهوا هذه القضية. وما يحدث الآن داخل غزة هو تكرار للمحاولات العبثية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية لمحاولة فرض الأمر الواقع على الأرض ومحاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين. أنا أستغرب بالفعل ما ينادي به بعض الأطراف داخل إسرائيل من تهجير الأشقاء الفلسطينيين، تهجيرهم إلى من؟ إلى أي مكان؟ يعني غزة محاطة بالأراضي الإسرائيلية، إلى جانب أنها من الجانب الآخر محاطة بمصر، فإلى أين سيذهبون؟ هل سيذهبون إلى مصر؟ هذا مرفوض تماما، لأننا لا نتحمل عبء المواجهات الإسرائيلية الفلسطينية، خاصة وأن هذه المواجهات السبب الرئيسي فيها هي استمرار الاحتلال وعدم إعطاء الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروع وفقا لمقررات الشرعية الدولية ووفقا لما ينادي به العالم بأسره. منظمة الأمم المتحدة أصدرت الكثير من القرارات، وحق الفلسطينيين في أراضيهم لا يستطيع أحد أن ينزعه منه، وقوة الاحتلال الإسرائيلي قوة احتلال بموجب القانون الدولي وعليها التزامات دولية، فما يجري اليوم من قطاع التيار الكهربائي وانقطاع المياه وانقطاع سبل الحياة يجب أن يتصدى له العالم، وما يمارس الآن ضد المدنيين الفلسطينيين يجب أن يكون هناك وقفة من دول العالم بأسره وعدم السماح لمثل هذه الإجراءات التي تهدد بالفعل حياة المدنيين وتعرضهم للموت وتعرض الأطفال والنساء، وبعيدا عن المقاتلين أو عناصر حماس الشعب الفلسطيني 2.2 مليون يقطنون في هذه البقعة، لديهم حقوق ولديهم يعني الكثير من الأمور التي يجب أن تراعى، يعني هناك حقوق بموجب القانون الدولي والجنائية الدولية يجب أن تنظر على وجه السرعة في أن هذا يهدد السلم والأمن الدوليين، ولا يجوز السماح بمثل هذه الممارسات من جانب قوة احتلال على الأرض تحاول أن تفرض إرادتها بالأمر الواقع وتحاول أن
تهجر سكان من مناطقهم المحتلة إلى مناطق أخرى. بمناسبة الحقوق التي تتحدث عنها أستاذ صلاح، كيف تصف كل هذا التصعيد الحالي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضا موقف الدول الأوروبية منه؟ هو طبعا للأسف الشديد العالم يعني يكيل بمكيالين، ونحن اعتدنا على ذلك. عندما ينتزع الحق من أصحاب الحق ويمارس عليه مثل هذه الضغوط، اتفاق أوسلو عام 1993 كان ينادي بإقامة دولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية جنبا إلى جنب، وإسرائيل هي التي كانت تعارض مثل هذه الاتفاقية، وهي التي منعت الوصول إلى حلول سلمية. مصر هي أول دولة عقدت اتفاقية سلام مع الجانب الإسرائيلي، عندما يعني أبرمت هذه الاتفاقية احترمت حقوقها واحترمت التزاماتها الدولية حتى في أصعب المواقف. فاليوم الجانب الإسرائيلي هو الذي يعيق تنفيذ هذه الاتفاقية، وهو الذي أعاق بالفعل عبر هذه الممارسات وعبر هذه السنوات. اتفاق أوسلو مضى عليه الآن أكثر من 30 سنة، لم يحصل الفلسطينيون على أي حق من الحقوق، ولم يحصلوا على أي مكتسب، يعني باستثناء حصولهم على بعض الأراضي دون أن يكون لهم حرية الحركة ودون أن تمارس وفقا لاتفاقات أوسلو. فالأمر متعلق بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وأن يمارس الفلسطينيون حقوقهم كأي يعني مواطنين يعيشون على هذه الأرض. القضية الفلسطينية هي القضية الوحيدة في العالم التي ما زال أبنائها يرزحون تحت الاحتلال. كل قضايا الاحتلال انتهت تماما من العالم، ولم يتبقى إلا هذه القضية. فالأمر محسوم من الجانب الإسرائيلي بأنه هناك قوة على الأرض، قوة يعني الإفراط في استخدام القوة على مواطني غزة، إلى جانب أن هناك مقاتلين من حماس بطبيعة الحال. يعني لا نستطيع أن يعني نهدر حقوق المدنيين ونهدر حقوق الأطفال الذي نشاهده الآن عبر شاشات التلفزيونات العالم. أعتقد أنه يندى له جبين العالم عندما يتم قصف المستشفيات، قصف حتى مدارس الأونروا التي اعتبرت ملاذ آمن للمدنيين والأطفال، مخيم الشاطئ يا فندم، ومخيم الشاطئ، إلى جانب أنه بعض المساجد التي يعني قصفت، إلى جانب الكثير من هذه الأماكن. فيجب أن يكون هناك احترام للقانون الدولي الإنساني. يعني في هذه طبعا هناك مشاهد لم نرضى عنها بطبيعة الحال، جميعنا شاهدنا حتى المشاهد التي أقدم عليها عناصر حماس معظم يعني أسر النساء بهذه الطريقة أو التمادي في استخدام العنف، لم نرضى عنها. وبطبيعة الحال هذا مدان، لأنه حق الأسير حتى في معاملة كريمة، أعتقد أنه ده يضمنه القانون الإنساني. فمسألة أنه يتم اللجوء إلى القوى وإهدار حقوق المدنيين وإهدار حقوق الأطفال والانتهاك المناطق الآمنة أو التي يعتقد المدنيين أنها آمنة فيلجؤون إليها فيتم قصفها على هذا النحو، إلى جانب استهداف المساكن واستهداف وهدم المباني على رؤوس قاطنيها دون النظر دون سابق إنذار يعني ودون سابق إنذار أيضا. يعني فأعتقد أنه المسألة مرتبطة بضرورة حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، وأولها إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو. وهذا هو مطلب مصر، ومصر دائما هي دولة استقرار ودولة تدعو إلى السلام ودولة تدعو إلى عدم تصعيد الأمر أكثر من ذلك، لأنه تصعيد الأمر ليس في صالح دول المنطقة بأسره. كيف تتابع أستاذ صلاح ردود الفعل تجاه ما قامت به إسرائيل؟ كيف تتابع التصريحات من قبل بعض الدول وكأنها تدعم هذا الموقف التي قامت به إسرائيل؟ للأسف الشديد هذا فهم منه أنه تصريح بالقتل من جانب إسرائيل وإساءة استخدام القوة. يعني فهم منه أن بعض المواقف سواء مواقف الولايات المتحدة أو بعض الدول الأوروبية للأسف الشديد استغلته إسرائيل للتمادي في عدوانها على الأراضي الفلسطينية، واستغلت هذا الـ يعني الدعم من جانب بعض القوى الغربية لأنها يعني التمادي في الإفراط في استخدام القوة واضح تماما لكل دول العالم دون احترام للقانون الدولي ودون احترام للقانون الإنساني. يعني مثلا التصريح الذي أقدم عليه بالأمس وزير الدفاع الإسرائيلي كان تصريحا عنصريا للغاية. أعتقد أنه منع المياه عن إحدى المناطق دون سبب واضح، حتى لو كانت
هناك عداء بين بعض العناصر من هذه الأماكن وبين إسرائيل، ومنع المياه وقطع الكهرباء ومنع وصول المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية أيضا، والمساعدات الطبية وحتى قصف المستشفيات وقصف طيارات الإسعاف. أعتقد أن هذا يعني يجب أن يقف العالم أمامه وأن يتصدى له العالم. مجلس الأمن ومجلس سلم الأمن الدولي معني بضرورة الحفاظ على حياة المدنيين وأن يقوم بدوره في هذا الاتجاه. أعتقد أن الأمم المتحدة عليها دور، المجتمع المتحضر عليه دور، أنه يجب أن تكون هناك وقفة جادة لمنع يعني إهدار دماء المدنيين على هذا النحو، إلى جانب أنه استهداف طائرات الإسعاف واستهداف المستشفيات ومنع وصول المساعدات الغذائية أو حتى منع الغذاء عن يعني دي قضية أعتقد أنها جريمة حرب يجب أن يعاقب عليها المتسبب فيه. من وجهة نظرك أستاذ صلاح، يعني إلى أي مدى تشكل هذه التطورات الحالية على مستقبل جهود التهدئة ودعم جهود استئناف عملية السلام؟ طبعا هو غياب الأفق السياسي وغياب يعني أي حلول سياسية لهذا الأمر من شأنه أن يساعد على الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه. ده من شأن وما يحدث الآن هو تشجيع أعمال العنف وعودة الإرهاب مرة أخرى إلى المنطقة، وقد يمتد يعني شبح الإرهاب إلى دول العالم بأسره. التلويح بتهجير السكان يهدد أيضا بتوسيع دائرة العنف، لأنه المواطن أعزل، قد ينضم إلى جماعات إرهابية، قد ينضم لأنه يعني إذا ما انسد الأفق السياسي أمام هذا المواطن قد يلجأ إلى خيارات أخرى لعل أهمها اللجوء إلى عناصر متطرفة والانضمام إليهم أو عمليات الهجرة غير المشروعة وتهديد دول العالم بالانضمام إلى جماعات تستخدم العنف في لغة في لغتها. فأعتقد أنه العودة إلى الحوار السياسي والعودة إلى تغليب لغة العقل أعتقد أنه السبيل الأمثل لحل مثل هذه القضايا، خاصة وأن هناك بالفعل 2.2 مليون إنسان يقطنون على هذه البقعة، لديهم حقوقهم ولديهم الكثير من الأشياء التي إذا ما أهدرت هذه الحقوق قد يلجؤون إلى خيارات أخرى. إذا انسد الأفق السياسي أمامهم فمن حقهم أن يدافعوا عن حقوقهم بالطريقة التي يرون أنها ستحقق هذا الهدف. فانسداد الأفق السياسي من شأنه أن يعمق دائرة الكراهية، أن يعمق من مسألة يعني زيادة حدة الإرهاب، زيادة دائرة العنف، وقد يمتد هذا الإرهاب إلى دول أخرى تعتقد في نفسها أنها بعيدة عن هذا الأتون. لكن أعتقد أنه العالم يجب أن يتصدى لمثل هذه الممارسات وأن يكون هناك وقفة جدية من دول العالم المتحضر لمنع الانزلاق إلى يعني دائرة أوسع من هذا الذي وصلنا إليه، لأنه ما وصلنا إليه هو السبب الرئيسي الذي يتحمل مسؤوليته هو الحكومة اليمينية المتطرفة داخل إسرائيل. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به يا فندم.